عاملين ايه على الدروس الجميلة اللي احنا جزء منها؟ وطبعا يا جماعة دلوقتي الملاهي فتحت وكل الناس بيروحوها دلوقتي. احنا في ملاهي كنت بروحها وانا صغنطوطة، بس بصوا اسمعك الدنيا وزي هي دي اسمعك الدنيا اهي دي الاسم بتاعها. وطبعا في حاجات جميلة، ولما ندخل شوفوا بقى الحاجات الجميلة واللي احنا هنشوفها. طبعا يا جماعة حاطين ده حاطين لي ده عشان اجمع فيه فلوسي كلها عشان اختار. طبعا يا جماعة هو ده اسم الدنيا او كيك عشان هو بحط الكيك. وطبعا حطولي ده عشان افعل بيه البنك. ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا وفعلوا الجرس وعملوا كومنتات كتير عشان هي اللي تكبر بيكم زي ما انا قلت لكم. يلا استنونا لما يدخل. طبعا يا جماعه دلوقتي هنتفرجوا معايا. بصوا يا جماعة احنا دلوقتي فين؟ احنا دلوقتي في كيدزانيا، ورانسي دخلت كيدزانيا دلوقتي جماعة. وهي النهاردة رانسي هي اللي هتاخدنا تفسحنا وتفرجنا. اه جماعة تعالوا يلا نشوف ايه اللي موجود. يلا بينا. انا دلوقتي راح احول البنك. طيب هي رانسي دلوقتي هتأكتف البطاقة. ها رانسي هتشغل بطاقة البنك. طب وقف الطابور يلا يلا. بابا انا هروح انا هروح لوحدي هاخدكم هنا هروح واجي. وطبعا يا جماعه دخلنا البنك ودلوقتي انا يلا بينا. دلوقتي انا فين الطابور؟ يا جماعة رانسي دلوقتي هتشتغل كاشير في سوبر ماركت. طبعا هي أول مرة تشتغل كده. هتاخد دلوقتي الكورس الأول أسطر كورس. دلوقتي راحت استلمت الكاشير بتاعها. ربنا يستر بقى. لا لا شاطرة شاطرة دي كاشير شاطرة. يلا يا رنوس ارفع راسنا. مبروك. ايه عملتي ايه؟ انا راح اشتغل دكتورة. تشتغل ايه؟ دكتورة. طب يلا رانسي عملت ايه في الكاشير؟ وانت اشتغلت ايه؟ اشتغلت. انا كنت حاسه ان انا كاشيرة كبيرة بحسه كده بحسه. تعالي طيب لما هو يفتح بقه اول ما داني على طول بس.
المهم تعالجيه كويس. لا هعذب. فرنسي انت عارفه تبقى دكتورة ايه؟ ايه؟ سنان. دكتورة سنان. ما هو اللي سنانهم هتبوظ من الشوكولاته دي هيدخلوا عند الدكتور جوه. صح؟ انا هشوف الاب ده. ايه يا رنسي؟ جت ماسك؟ خدي البوسه دي كمان. يلا بس كويس كده. ودي كمان. هو واحد القلب الدكتور يعني دي لازم يبقى فينا مكتوب عليه ماما. ما عشان انا كمان رحت عند السوبر ماركت هذا كيف. اوه انت مصرية ماما يوسف. Give me your bracelet. What is your name? R. Huh? R. Kareem? A. Okay. What is your name? I'm N. N. C. Huh? C. Y. Ransi? Okay, sit down there. Sit down there. مو مشكلة حلوتي مو مشكلة جميلة. 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 Because earlier she's crying because she had allergy here. Because last night she eat too much chocolate. And she didn't brush her teeth. Yes. Are you brushing your teeth? No. Today you brush. Okay. Today you brush. Sure? Okay, very good. But first we will watch a short film. Brush. Okay. We will watch a short film and we will know what is a cartoon. We see the cartoon, no? Yes. Ready? Yes. Ready. Ready, Kenny? Next time it comes up. دلوقتي رنسي هي اللي عليها الدور انها تكشف. خلاص هي دلوقتي كشفت عليه وعالجت المريض وحشت له درسه. شاطرة يا رنسي. رنسي دلوقتي هتاخد الشهادة وهتتخرج. مبروك يا رنسي. رنسي اتخرجت يا دكتورة. قولي لهم بقى. قولي لهم انت عملتي ايه؟ طبعا يا جماعة عملت تشرب قشرة اسنان وعملت كل حاجة وفي الآخر طلعوني الكافيتيريا وهتخرج. وطبعا يا جماعة هضرب بتاع الكندر. مبروك يا رنسي. بقيتي دكتورة. خلاص.